النور. مساء الورد يا جميل، عايزينك تعرفي نفسك طبعا في البدايه. تاني حضرتك، انا اسمي لينا، هو ممكن واحده واحده علشان انا مش مظبوط في العربي. براحتك خالص، انا واحده واحده على الاخر يعني. لينا طبعا انت فنانه الاستعراضيه في فيلم النهارده، عايزين نعرف بس التجربه حصلت ازاي وبقالك قد ايه في مصر. انا دلوقتي انا سنة وثلاث شهور في مصر، وموفي ده اول موفي بتاعي ماشي. واحنا صورنا في جو كانت بارد جدا، ساعة جدا، وانا بس بدأت الرأس، لكن ان شاء الله كل حاجة تمام. انا عايز اعرف، هل ده اول فيلم ليكي في السينما المصرية ولا كان ليكي تجارب تانية؟ لا، اول سينما في مصر، لكن مش اول سينما. انا كنت عامل قبل كده ممثلة ورقصة في دبي. دبي؟ دبي. انت جنسيتك ايه اصلا يا انا من اوكرانيا. دلوقتي خالص انا من شبرا. اوكرانيا غلطت، بقيتي شبرا خالص مصريه. اتعلمتي العربي ازاي؟ انا خدت الدرس عربي عشان انا عايزه اتكلم مظبوط وافهم كل حاجه. مين اكتر حد علمك الرقص هنا في مصر؟ مين اكتر رقص بتحبيها؟ اكتر رقصة انا بحب سفنار جدا جدا، جوهرة كمان، وكده بس. بما اننا اتكلمنا عن جوهرة دلوقتي، جوهرة بتواجه حكم بالحبس سنة بسبب فيديوهاتها، فرأيك ايه في الموضوع ده؟ والله انا مراش، دي حاجة سكندال ماشي، لكن دلوقتي هي مشغورة اكتر يعني، بعد سكندال دول هي مشغورة جدا. لكن انا سمعت هي ممكن عندها مشكلة دلوقتي مع قانون، عشان كده ممكن هي لازم تسافر مصر ولا سجن، انا مراش. بصراحة كده انت شايفة ان لما يبقى في سكندال زي دي ممكن تعمل شهرة، انت ممكن تعملي ده ولا لا؟ لا مش ينفع كده، سوري فيديو كده يعني حاجة سكسي، لا مش ينفع، سوري. انا عايزين نعرف كمان، انت في الرأس مثلا ليكي جمهور النهاردة بيتابعوكي وفي فنادق بتتعاملي معاها، يعني عايز اعرف بدأت يبقى لك قاعدة جماهيرية في مصر؟ ولا لسه؟ تاني شوية، تاني واحد مرة تانية، انا ما فهمت انت قلت ايه. يعني ليكي جمهور هنا في مصر كبير وبتعملي حفلات وبتشاركي في حفلات ولا؟ انا اعمل حفلات اكيد، انا اشتغل واكيد اكيد نشيط، زحمة في القاهرة دايما زحمة، المدينة زحمة جدا دايما. حبيتي السينما ورايك في التجربة ايه اللي انت شاركتي فيها في الفيلم ده في رباعي؟ انا بحب السينما جدا. فكرت تمثلي ولا هيبقى بس كاستعراضات؟ انا عايز اعمل ممثل كمان، انا ان شاء الله انا هاخد الدرس ممثل دلوقتي علشان انا عايز اكون ممثله كمان، مش رقص بس، مش كفايه خالص، لازم تحرك. اتعلمتي رقص الشريف قد ايه؟ 5 سنين كده، 6 سنوات. اوكرانيا ولا كان في دبي؟ لا، انا ستارت في مصر وبعد كده انا تحركت في دبي وبعد كده رجيت في مصر تاني. نورتينا. ايوه ماشي، شكرا.